مبروك، دورة مهمة جدا، دورة المسرح، مهرجان المسرح المصري للفنانة سميحة أيوب. أولا كلنا فخورين جدا وسعيدين جدا بالدورة ديت لأنها دورة مهمة، وأنا كمان كنت مصرة إن أنا أحضر الدورة دي. أنا يعني حاسة إن في حاجات فعالة جدا بيعملها، وكان المفروض إن في من كتير قوي المفروض كانوا يحضروا ويتكرموا، فأنا بشكره جدا إن هو شاف نجوم تستحق التكريم. النهارده بنشوفهم بيتكرموا، بقول له مبروك مبروك، اختياراتك موفقة جدا وقراراتك صح جدا. وما بحبش اتكلم عن الطاقة السلبية، يعني بعتبرها يعني هو اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، بس كل واحد حر في رأيه، وده بالأجمع. يعني هل أحمد آدم نجم مسرح طول عمره، مسرح وكوميدي وتراجيدي، من حقه انه يتكرم، فاحنا ليه نزعل يكون عندنا نجم ما يتكرمش؟ يعني مش شايفاها ان عمل حاجة ما يستحقش عليها ان احنا نقوله برافو. بصي انا بقالي من كان اول تجربة ليا على مسرح بودي جارد الزعيم عادل امام، وانا لسه ببدأ بقول في اول خطواتي، فمن بعدها انا فعلا اتعلمت وكأني درست بالظبط. فلحد دلوقتي بعد تجربة 5 سنين مش عارفة اعمل مسرح. انا بقوله مبروك مبروك من هنا لحد ما تنتهي الدورة، لان دي دورة مهمة، دورة فيها اختيار موفق جدا لجميع النجوم اللي احنا يستحقوا ده من بدري قوي، يستحقوا ان هم كانوا يتكرموا. ناس عملت شغل على المسرح ليها مجهود كبير وسنين كتير قوي، فكان في اهدار ان هم منسيين. فانا بتكلم ان هو عمل حاجة فعالة، فبشكره جدا وبقول له استاذ محمد رياض والفنان، لان انا اشتغلت معاه على المستوى الانساني على المستوى الفني، اختياراتك موفقه جدا ومبروك. انا اعتذرت مؤخرا عن مسلسل 15 حلقه مش هقول علشان ما ينفعش، بس دور يعني عملت ده كتير، وان شاء الله هنسترجع تاني نعمل مسلسل توحه مع الاستاذ محمد النوالي. فقلت له خليني معاك في توحة والدور ده، لاني انا كمان مرتبطة بعمل في قطر، فما بين يعني في 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 الفترة دي انشغال شوية في الحملة الدعائية اللي انا عاملاها في قطر.